إذن ونتابع في الشأن العالمي مع ضيفنا رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إكويتي. أهلا ومرحبا بك معنا رائد. ونحلق صوب الأداء الربعي في وول ستريت، لو لم تتعدل آخر جلستين في أغسطس كان ممكن يكون أغسطس الأسوأ، لكن سبتمبر أخذ منه هذا اللقب وهو الأسوأ حتى الآن منذ بداية العام. هل هذا يعني بالضرورة أنه انتهينا من موجة التراجعات ورح نفتح صفحة جديدة مع الربع الأخير؟ يعني المستثمرون يتمنون ذلك رولا. حقيقة مثل ما تفضلتي كان ربعا ذو أداء سيء. داو جونز تراجع بشكل واضح، كانت تراجعات على كل من الداو جونز اس ام بي 500 وناسداك اللي تراجع بعتاد اكثر من 4.1% كانت تراجعاته، في معظمها كان في سبتمبر. يعني معظم المؤشرات الثلاثه الرئيسيه اللي تراجعت يعني تراوحت تراجعات بين 2.5% من على داو جونز، كان عندنا اكثر من 3.5% على اس ام بي 500 و4.1% كربع ثالث. معظم التراجعات كانت في شهر سبتمبر، شهر 9. وطبعا السبب الرئيسي وراء هذه التراجعات هو اولا عدم الوضوح فيما يتعلق بالسياسه النقديه وامكانيه ابقاء اسعار الفائده بشكل مرتفع لفتره ممتده، وفي نفس الوقت كذلك الامر عوائد السندات التي ارتفعت وجذبت انتباه واهتمام المستثمرين أكثر من أسواق الأسهم التي تحتوي على مخاطرة، كون السندات مخاطرتها أقل أو تحتوي على مخاطرة أقل حقيقة. فكان التوجه نحو هذه السندات التي كانت عم تولد عوائد هي الأعلى في أكثر من 16 عاما. بالتالي يعني بالنسبة للمستثمرين عملية البيع كانت واضحة والتخلص من الأسهم أو التوجه نحو السندات، ولكن هذه العوائد وارتفاعاتها غير مستقرة وغير مستدامة، وبالتالي هنا إمكانية عودة أسواق الأسهم للارتفاع في الربع الرابع من هذا العام جدا واردة، خصوصا أنه تجديد السياسة النقدية ليس بالضرورة أن يحدث. نعم جيد، يعني كما تفضلت وذكرت رائد السندات يعني تستأثر بكثير من الاهتمام وعدسات التلفزة. يعني دعنا نتحدث عن تأثير على الذهب أيضا بشكل أو بآخر، يعني كقناة استثمارية بجانب أسعار الدولار. يعني نحن نعرف العلاقة ما بين الدولار الأمريكي وبين السندات هي علاقة عكسية واضح. نحن نعرف أنه يكون في عندنا انخفاض بقيمة السندات، ارتفاع بقوة الدولار الأمريكي وارتفاع في عوائد السندات في نفس الوقت، ولكن النقطة الأبرز هي الطيب أنه عم بيكون في عندي طلب على السندات واللي هي يعني توفر عوائد مرتفعة، وفي نفس الوقت بيكون في عندي انخفاض على الذهب أو محافظ الذهب إجمالا التي انخفضت بشكل واضح أسعاره خلال الأسبوع الماضي، لأنه في عندي عوائد سندات عند أعلى مستوياتها في 16 عام، لأنه في عندي أيضا تراجع في أسواق الأسهم ومحاولة لتغطية المراكز الخاسرة في أسواق الأسهم ب بيع الذهب المرتفع بأسعاره، إضافة أنه ما بنقدر نقول قوة في الدولار الأمريكي، إنما الدولار الأمريكي قوي كان أمام اليورو أمام معظم المنتجات، ولكنه أمام الذهب تحديدا قوته المبالغ فيها في الآونة الأخيرة اليورو ارتد وارتفع والباوند ارتفع بعض الشيء، إلا أن الذهب واصل الانخفاض. إلى يعني أي مدى ممكن تذهب لدينا آفاق تسوية قيل إنها مؤقتة للإغلاق الحكومي اللي كان محتمل في الولايات المتحدة؟ هذه التسوية هي مؤقتة، هي تمويل لمدة شهر ونصف. هذا التمويل سوف يساعد على تجنب الإغلاق الحكومي، يعني كنا نحن على موعد إما راح يكون في عندنا نونفارم بيرول هذا الأسبوع أو لا، حتى اللحظات الأخيرة من يوم الأحد حتى تم تمرير هذا البرنامج القصير لمدة شهر ونصف، والذي يتجه بشكل محدد إلى تخفيض الجدارة الائتمانية والتصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية بسبب هذه اللحظات الأخيرة وقرارات اللحظات الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد يعني حتى وإن كان هناك برنامج أطول في أو اتفاق أطول مدى في شهر نوفمبر، إلا أن الأثر السلبي قد حدث فعليا على السندات، وأعتقد ذلك سوف يقلل من جاذبية السندات الأمريكية في الفترة القادمة.
يعني بشكل واضح سوف نراه من خلال تخفيضات إضافية بالتصنيفات الائتمانية. دائما نشكرك رائد الخضر، وأنت كبير استراتيجي الأسواق في إكويتي جروب، مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.